معانا على الهاتف سيادة السفير أحمد حجاج الأمين العام المساعد لمنظمة الوحدة الأفريقية سابقا. مساء الخير سيادة السفير. أهلا بك، إزاي صح؟ أهلا بحضرتك يا فندم. يعني هذه المشاركة تأتي في ظل رئاسة مصر الحالية لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية النبات، أهم فعاليات هذه الدورة وأبرز ما ممكن أن يكون حدث ما بين لقاء رئيس الوزراء وعدد من القادة ورؤساء الحكومات. هذه الاجتماع على مستوى القمة تعقد مرتين سنويا للإسراع في موضوع التكامل الاقتصادي في أفريقيا، لأن معدلات التنمية في أفريقيا نزلت يعني بالرغم من ارتفاعها، ولكن لم تسمح بزيادة مستوى معيشة العديد من الدول الشعوب الأفريقية. بتعقد بمشاركة رؤساء التكتلات الاقتصادية في أفريقيا، الكوميسا، الإكواس، كل هذه التجمعات لمعرفة مدى مساهمتها في إعلان أفريقيا منطقة تجارة حرة اللي تسمح بدخول السلع والخدمات بين الدول الأفريقية بدون أي رسوم جمركية. وهذه الاتفاقية بالمناسبة يعني تم إقرارها عندما كان الرئيس السيسي رئيسا للاتحاد الأفريقي. أيضا من ضمن الجهات المشاركة فيها البنك العربي الأفريقي للتنمية، البنك العربي للتنمية الأفريقية للتنمية في أفريقيا. ده كان مقر الخرطوم، ولكن لا أعتقد أنه موجود في الخرطوم. بيد أعطى مصر من الدول المؤسسة ليه، ومن من رأس ماله ساهمت بمبلغ كبير، وكان قدم حتى الآن لا يقل عن 40 مليار دولار، ليست كهبة ولكن قروض ميسرة جدا بدون فوائد تقريبا بالتعاون مع البنك الدولي للدول الأفريقية غير العربية، يعني دول 11 دولة عربية أعضاء في الاتحاد الأفريقي لا تتلقى أي قروض من هذا البنك ولم تقتصر على الدول الأفريقية. هذا البنك انشئ عام 1974، والسنة دي هي الذكرى 50 لإقامته. وأعلن البنك أنه سيعمل على إنشاء كونسورسيوم أفريقي عربي بقيمته 62 مليار دولار. هنشوف حضرتك المبلغ الكبير لتمويل التنمية في أفريقيا. رئيس الوزراء مدبولي ألقى كلمة باعتبار مصر هي رئيسة النبات. مصر كانت بايضا من الدول المؤسسة لي مع ثلاث دول أخرى، ويقوم بالسعي للحصول على تمويل دولي لأي مشروعات بين دولتين أو أكثر. يعني إذا كان في مشروع في سكة حديد بين مصر والسودان يسعى إلى الحصول على تمويل لا. طبعا فرصة للسيد رئيس الوزراء لمقابلة عدد من رؤساء الدول المشاركين. وأعلن كما ذكرتم في مقدمة حديثكم عن استعداد مصر للمساهمة في تنمية الدول الأفريقية، وضع أمامهم التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي وكيف يمكن الخروج من هذه الأزمة الاقتصادية. كان اجتماعاتنا ناجحة، وأعتقد أن مصر لها باع كبير في التنمية داخل أفريقيا، ورأست أسست الاتحاد الأفريقي وقبله منظمة الوحدة الأفريقية. سيادة السفير، في ظل التحديات الكثيرة الراهنة وفي ظل صراعات الداخلية في الدول الإفريقية، صراعات القبلية والحروب، كيف يمكن أن نصل بالدول الإفريقية إلى حالة من تحقيق التكامل الاقتصادي؟ يجب أن نتعاون مع الدول الإفريقية الاقتصادية الكبيرة، جنوب أفريقيا، نيجيريا، غير ذلك من الدول، لدفع مسيرة اتفاقية المنطقة القارية للتجارة الحرة في أفريقيا.
هي يعني ماشية حد يعني لحد ما مش وحش يعني، ولكن يجب الإسراع في تطبيق هذه، لأن لازالت هناك عقبات إدارية في السماح بالدخول السلع من الرسوم الجمركية في دول تشعر أنها دول اقتصادها هش، إذا سمحت بدخول البضائع أو المنتجات من الدول الأفريقية الكبيرة اقتصاديا لأنها ستقضي على الصناعات الوطنية. ممكن كما حصل في الاتحاد الأوروبي أن يتم إعفاء هذه الدول من فتح حدودها بدون أي قيد أو شرط بالتدريج كما حصل مع أسبانيا وحتى إيطاليا واليونان في الاتحاد الأوروبي. فهناك الكثير من الأفكار التي أعتقد أن الحكومة المصرية مهتمة بعرضها على الاجتماع من أجل الوصول بها إلى التحقيق. أنا بشكر حضرتك جدا معالي السفير أحمد حجاج الأمين العام المساعد لمنظمة الوحدة الإفريقية سابقا.